بحر الشعر اللي قال عليها الخليل. شوف اسمع بحر المتقارب. دي فعول مكررة ثمان مرات، أي ثمان مرات نكررها أربع في كل سطر. فعول 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 فعول، نكررها أربع مرات في كل سطر. لها مفتاح جميل، فقارب وواصل فمالي عذول. فعول 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 فعول، سهلة دي. فقارب وواصل فمالي عذول، فعول 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 فعول، سهلة دي. بحر متقارب. عن المتقارب قال الخليل، فعول 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 فعول، يعني نفس الايه الوزن. له عروض صحيحة مع ضرب صحيح. العروض الأولى الصحيحة دي لها ما شاء الله أربعة، صحيح ومقصور ومحذوف وأبتر. تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقالة. تحنن فعول، علي فعول، دخل القبض. هداك الفعول، مليك فعول، خلاص احنا ايه دخلنا على 15، المفروض بقى ايه ما نكتبش بقى خلاص. فإن فعول، دخل القبض اللي هو حذف الخامس الساكن ولا لا يلزم. لكل فعول، دخل القبض برضه. مقام فعول، مقال فعول. العروض والضرب صحيحان. يلا يا ابن امسح بسرعه. ننافس في جمع مال حطام. ننافي فعول، دخل القبض. ننافي سو في جم فعول. عمال فعول، حطام فعول. العروض صحيح. وكل فعول. يزول فعول، يزول فعول، دخل القبض. وكل فعول. يبيد فعول، دخل القصر. القصر يا أولادي كما قلت هو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله، ده اسمه قصر. يبقى العروض الأولى جت صحيحة مع ضرب صحيح، وعروض صحيحة مع ضرب مقصور. يلا يا ابني امسح. تلقى الأمور بصبر جميل. تلقى فعول، أمور فعول، بصبر فعول، جميل فعول، هذه العروض صحيحة. وصدر فعول، رحيب فعول، وخلل وخلل فعول، وخلل حرج فعو فعو أصلا فعول. حذف السبب الخفيف يسمى حذف، خلاص ده حذف ده. يلا يا ابني احذف. خليلي عوجا على رسم دار. خليلي فعول، لا عوجا فعول، على رسم فعول، مدار فعول، خلت من فعول، سليما فعول، ومن مي فعول. يه يه، أشوف يهدي، يهدي كان أصلها إيه؟ من مي يه. يه على وزن فعل. إيه اللي حصل فيها؟ حصل فيها البتر. ما هو البتر؟ أو شوف فعول، حذفنا لن وده يسمى حذف، ثم حذفنا ساكن الوتد مجموع وسكننا ما قبله فصارت فع، ده يسمى بتر. ده يسمى يا أولادي؟ بتر. اجتماع الحذف مع القطع يسمى بتر. بعد كده ناخد آخر حاجة اللي هو مجزوء المتقارب. محذوف له عروض محذوفة وضرب محذوف أو مبتور. وكم لي على بلدتي، وكم لي فعول، على بل فعول، ذاتي فعو، عروض محذوفة. بكاء ومستعبر فعو فعو، العروض والضرب محذوفان. آخر حاجة علشان نخلص من هذا البيت، تعفف ولا تبتئس. تعفف فعول، ولا تب فعول، تائس فعو، برضو عروض محذوفة. فما يق فعول، ضا يأتي فعول،
كافع العروض الضرب دخلوا البتر كما قلت. ويبقى كده انتهينا من المتقارب اللي هو آخر بحور الشعر على رأي مين؟ بس هو باقي بحر استدركه المتدارك، وإن شاء الله في علم القافية كما قلت إن شاء الله ده علم سلس ويسير وسهل، إن شاء الله نخلصه بأمر الله في دقائق معدودة وننتهي إن شاء الله من هذا العلم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار.